الله فيكم الحين جايبكم لعبه رهيبه جدا، لعبه كثير تذرها ايضا، اللي هي من الانمي المشهور ماي هيرو اكاديميا وان جاستس. ما عليكم، مكتوب ماي هيروز وان جاستس، هي ماي هيرو اكاديميا وان جاستس. بس قبل ما نبدا حاب اقول لكم ان الفيديو اللي تشوفونه الحين تصوير اللي انا تشوفوني وتصوير اللعبه اللي بيكون اوفر ذا شولدر عن طريق جوالي هواوي بي 20 برو. الحين خلونا نبدا، يلا. هاي شخصياته موجوده اول مايت، وموجود ستين، هيموكو توغا، دابي، شيكاراغي، اوتشورو، باكوغو، شوتو، وطبعا مدريا. طبعا عارفين باخذ اول مايت. واي؟ بيكوز اي ام هير. واخذ سايد كيك، اخذ طبعا مدريا وناخذ هذا. ايش بعد الحين؟ يس اوكي، الحين في بلعب مع واحد تحدي للعبه، لازم لاعبين، فبنشوف الحين. فاهم عليك. عربي؟ نعم عربي طلع. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام؟ يلا خلينا نلعب. يا عمري اول مايت سوا. باكوغو، والله الجرافكس جدا ممتاز، خلينا نشوف كيف طريقة اللعب. اوكي. واو، اللعب صاير مفتوح. اوه، مربعات. يا ولد. ايوه يلا يلا. هو تغير اصلا، خلينا نشوف بعد فيه. اي 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 اي. لا اول مايت السماء. ناني. ايوه. ادبجوا. ساعدني. كمون جاني. ايوه كفو مدريا. تسوي لعبه تطلع واحد يساعدك وتسوي كموات في الجو. كيف الحركات؟ حلو. اوه اللعبة جامدة. باكوغو شونن. كيف حركتك؟ اوكي. بلس اورترا. اروان مثلث. ما جتك بس. شو داخل كومبو يمكن. حلو. اوه دخلني في الجدار. لحظة شو شعالي باكوغو. باكوغو شونن. نالي. بلس اولترا. وردة. لا صح عليك. ايوه سوبلكس. كمل. وردة. جامدة. أول ما تفاز علي. حلو. حلو حلو حلو. يلا وش صار؟ أنا لسه 1 2 على طول يبدأ. يلا. هو يركض. وين وين؟ أول مايت وراك يا رجال. وين صرت أصلاً؟ أوكي أروان. حلو. الحين فاز عليه بالتضغيط. والله لصقني بزار، مو مشكلة. يلا. اوتو جارد عندي، تعال. هنجيب كومبوات. يلا مدرة. حلو 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 حلو. لازم تجي، لازم تجي الحين. لازم تجي بولسو. ربي ليه ما تجي هذه؟ اروان ومثلث، او اروان ومربع. لا اروان دائرة او اروان مثلث، واحدة منهم. حلو. الله. طيب طيب لحظة. نايس. حلو. حلوة. مرة جامدة الجيم. فقع وجهي بس اللعبة بتكلم رهيبة. مرة عجبتني، صح عليك كفو. وهذه كانت سرادنا حق ماي هيروز 1 اكاديمية جاستس. الاخ ادم فاز علي، حيوه. يعطيك العافية. اللعبة رهيبة صراحة، انصحكم بياها.
ممتازة ممتازة، يعطيكم العافية.